السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 8 بارتي 8 من سلسلة شروحات المادة ديال لا بروبابيليتي الخاصة بالسمستر 2. في هذا الفيديو إن شاء الله غنبداو شابيتر جديد في الدرس اللي هو تري امبورطون في البروبابيليتي، هو الكالكيل دو بروبابيليتي. نبداو بالحساب ديال الاحتمالات، هذا هو الإبيزود الأول، الحساب ديال الاحتمالات في بزاف ديال الحالات. دابا نبداو غير باللوكا الأولى، هي اللي كتكون الاحتمالات اللي كتكون عادية، ومن بعد كاين الاحتمالات الشرطية واللي كتسمى لا بروبابيليتي كونديسيونيل، من بعد نشوفها إن شاء الله. دونك العلاقة باش نحسبوا لا بروبابيليتي ديال واحد ليفينمون ديما فواحد ليكسبيريونس اللي هي الياتوار، واحد التجربة عشوائية، يقولوا لنا كالكيلي لا بروبابيليتي. كيفاش كتحسب لا بروبابيليتي واحد الايفينمون ا؟ لا بروبابيليتي ديال واحد الايفينمون ا باش يكون عندنا واحد البريمون ماك كنرمزو ليه بي دو ا، بروبابيليتي دو ا ايغال ا، بي دو ا كتساوي الكاردينال دو ا على الكاردينال دو اوميغا. هادشي راه ديجا شرحتو ليكم في واحد البارتي، شرحت ليكم داكشي دوك لي ديفينيسيون لي تيرم. دونك بروبابيليتي ديال واحد الايفينمون ا هي الكاردينال دو ا على الكاردينال دو اوميغا. الكاردينال دو ا هو النومبر دي كا فافورابل، والكاردينال دو اوميغا هو النومبر دي كا بوسيبل. باش كنحسبوا هاد الكاردينال اوميغا ولا كاردينال دو ا؟ كنحسبوهم بالاناليز كومبيناتوار على حساب النوع ديال ليكسبيريونس اللي عندنا. واش عندنا سكسيسيف ولا عندنا سيميلتاني ولا عندنا باغ اكزومبل واش اوردوني ولا نو اوردوني، واش غوميز ولا افيك غوميز. هادشي راه شرحتو ليكم في الاناليز كومبيناتوار، عرفتو وكل حاله كيفاش كنحسبوا بها. دونك هادي دابا في هاد الكالكيل ديال لا بروبابيليتي كيكون هاد لابليكاسيون، هاد لا فورمول هادي كيكون عندها 3 بروبريتي. اول بروبريتي هو الاحتمال، لا بروبابيليتي ديال واحد ليفينمون ا زائد الاحتمال المضاد ولا كيتسمى لو كومبليمونتير دو ا. يعني ا زائد لو كومبليمونتير دو ا كيساوي 1، يعني الاحتمال ديال واحد ليفينمون ا زائد الاحتمال المضاد الاحتمال العكسي راه كتساوي 1، و1 راه هي البروبابيليتي ديال اوميغا. البروبابيليتي ديال اوميغا راه هو 1. دابا البروبابيليتي ديال واحد ليفينمون هادي ريونيون ديال واحد ليفينمون، اتحاد واحد ليفينمون. دونك واحد ليفينمون اتحاد واحد ليفينمون، ريونيون ديال واحد ليفينمون شنو هو؟ هو الاحتمال ديال ايفينمون ا زائد الاحتمال ديال ايفينمون بي ناقص تقاطع ديال الاحتمالين، لانترسيكسيون، تقاطع ديال الاحتمالين. وهادشي راه شرحته لكم، درت لكم لونسومبل، شرحت لكم لونسومبل. مي يكون دابا ا تقاطع بي هما هادوك لي زيليمون اللي مشتركين بين ا و بي، لي زيليمون اللي مشتركين بين ا و بي. دونك الاحتمال ديال ا اتحاد بي هو الاحتمال ديال ا زائد الاحتمال بي ناقص تقاطع ديال الاحتمالين. لا بروبريتي الثانيه، الاحتمال ديال واحد ا اللي هو ضمن بي، هو اوتوماتيكمون الا كان ا ضمن بي فان الاحتمال ديال بي غادي يكون اكبر من او يساوي الاحتمال ديال ا. نعطيكم هنا واحد ليكزومبل سامبل باش تفهموا. مثلا عندنا واحد لونسومبل او كيتكون مثلا من خمسه ديال الارقام، عندنا 1 2 3 4 اي 5، هادي اونسومبل ا. دونك الكاردينال دو اوميغا، دونك حنا بغينا ندوزو باغ اكزومبل رقم 1، باغ اكزومبل ندوزو رقم 1. مثلا واحد الايفينمون ا قال لك هو اننا نحصلو مثلا على رقم 2. دونك بغينا نحسبو دابا الاحتمال ان نحصل على 2. دونك شحال ديال لي كاب بوسيبل؟ لي كاب بوسيبل هما 5، وشحال هادي فيها من احتمال؟ فيها 1. دونك يعني انا بي دو ا هي 1 على 5، هذا هو الاحتمال ديال ا. دابا الاحتمال المضاد يعني ا بار هو هادوك ارقام الاخرين، يعني 1 2 عفوا 1 3 4 5، ها هو ا هي 2. الاحتمال المضاد هما دوك الارقام الاخرين 1 3 4 5. دونك حنا نطبقوا هذه العلاقه اللي كتقول لك بان باش نحسب الاحتمال ديال احدد المضاد، حنا كنعرفوا بان بي لو ا زائد بي لي ا بار كتساوي 1، يعني ان هذه كتساوي 1 ناقص بي دو ا.
دونك اوتوماتيكمون 1 ناقص 1 على 5 هي 4 على 5 دونك هذا هو الاحتمال المضاد. دابا مثلا عطاونا واحد الاحتمال بي واحد ليفينمون بي مثلا بي نحصلوا على مثلا الرقم باغ اكزومبل 4 دونك الاحتمال ديال بي داك هذا واحد حتى هو حتى البي بي راه غادي تساوي لينا 1 على 5 1 على 5. دابا باش نحسب باغ اكزومبل هذا اتحاد اتحاد ا اتحاد بي ا اتحاد بي هو probability دو ا زائد probability دو بي ناقص دونك probability دو ا هي 1 على 5 probability بي هي 1 على 5 والاحتمال ديال المشتركة بيناتهم واش كاين شي عنصر مشترك بين لي دو فيلم وما كاين حتى شي واحد يعني هذا راه ايكال ا زيرو دونك يعني اتحاد هو 1 على 5 زائد 1 على 5 كتساوي 2 على 5. لو كان شي عنصر مشترك بيناتهم مثلا لو كان قلنا باغ اكزومبل هذا 3 باغ اكزومبل 2 3 2 3 يعني 2 على 5 مثلا هذا قلنا 3 4 3 4 حتى هو 2 على 5 دونك يعني اتحاد داكشي المشترك بيناتهم المشترك بيناتهم هي 3 هي المشتركه بيناتهم 3 مشتركه بيناتهم دونك غادي تطبقوا هذه العلاقه هذه. دابا نشوفوا واحد الاكزرسيس هادي راه غير اكسبليكاسيون سامبل وصافي نشوفوا اكزرسيس هو اللي تفهم مزيان اكزرسيس هادشي اللي كتحط في ليزيكزام. دون ان ساك اون عندنا واحد الساك ها هو اون دو بول روج عندنا جوج ديال الكرات حمرين ها هما دو روج عندنا 3 بول فيرت عندنا 3 فيرت ها فيرت 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 عندنا 4 بلونش بلونش ديالها بهذا اللون بي بلونش 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 و اونفان عندنا 2 جون ها هما 2 جون 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 دونك عندي شحال المجموع يعني ان ان راه تساوي ليا 11 ان كتساوي 11. دابا عندنا يعني ان هاد لونسومبل فوندامونتال لونسومبل نسموه حنا لونسومبل باغ اكزومبل لونسومبل فوندامونتال نعطوها شي سميه مثلا نسموها لونسومبل فوندامونتال نعطوها شي سميه باغ اكزومبل نسموها مثلا ام هاد لونسومبل فوندامونتال ام ديال هاد الساك شنو فيها فيها 3 دو روج يعني روج روج فيغ vert vert blanche 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 jaune jaune donc يعني n 11 كره اللي كاينه في هذا الساك هذه دونك قال لك اون تير دو بول سيميلتانيمون سون غوميز هزينا جوج ديال الكرات سيميلتانيمون في ان واحد سون غوميز يعني بلا ما نعاودوا نردوا الكره سميتو يعني ما كاينش لا ريبيتيسيون يعني ماشي كيفاش سون غوميز يعني كنهزو جوج كرات دقه وحده دونك اون برون اون تير دو بول ولكن سون غوميز يعني ملي كنهزو الكرات راه ما كنعاودوش نردوهم مفهوم. دونك هنا كيلي لا بروبابيليتي دافور المهم هنايا اول حاجه ملي كتشوفوا سيميلتاني سون غوميز شرحت لكم راه ديما كنخدمو بلا كومبينيزون كنخدمو بلا كومبينيزون لا كومبينيزون راه شرحتها لكم. دونك هنا اول حاجه عندي قبل ما نجاوب على هذا الشيء كامل هو انني خاصني نحسب كاردينال دو اوميغا هل كيساوي الكاردينال دو اوميغا كاردينال دو اوميغا راه غنخدمو بلا كومبينيزون شحال الاحتمالات الممكنه دونك هنا تكون دونك ان ديما كنديرو بي دو ان دونك ان عندنا 11 او بي هو هذوك السحابات اللي درنا كنديرو تنجيبو تنزدو دوبول دونك جوج من 11 دونك هذه العلاقه ديال لا كومبينيزون دونك الا جينا حسبنا جوج من 11 غتخرج لينا 1 على 55 هذه العلاقه راه ديجا شرحتها لكم ديجا شرحتها لكم قلنا هي ان عاملي ان ناقص بي عاملي في بي عاملي دونك غتحسبوها تخرج لكم 1 على 55 ديما حاولوا انكم ديروا على الشكل هذا 1 على 55 دونك هاد سي 2 لا ما هي سي 2 من 11 هي
عفوا هنا راه دايره بغلط، هنايا راه دايره 55 شي واحد على 55 عفوا غير غلط دو كالكيل. دونك هادي راه 55، دونك هاد سي دو من 11 كتساوي 55. كيفاش كنحسبوها؟ 11 عاملي على ان 11 ناقص 2 عاملي في 2 عاملي. دونك هاد 11 هي 11 فوا 10 فوا 9 فوا 11 فوا 10 فوا 9 فوا 8 اكسيتيرا حتى فوا 1. و 11 موان 2 هي 9 عاملي، 9 عاملي هي 9 8 اكسيتيرا حتى الواحد، وهذه راه هي 2 في 1 ضربها في 2 في 1. دونك يعني ان هذا غادي يمشي ليا مع هذا الشيء، هذا يمشي مع هذا الشيء، يبقى ليا 11 في 10 مقسوم على 2، هذا واحد راه كيمشي 11 في 10 هي 110، 110 مقسوم على 2 كيعطيني 55. دونك هذه هي الكارتينال دو اوميغا. دونك هذا هما لي كا بوسيبل، لان دابا عندنا سيميلتاني سون غوميز، دونك غنخدمو بهاد الكومبينيزون. لو كان مثلا قال لي سكسيسيف سون غوميز غنخدمو بلارونجمون. دونك دابا نبداو الكيستيون الاول، question par question. قالك quelle est la probabilité d'avoir سبول احتمال ان نحصلوا على الايفينمون ا. اول حاجه ايفينمون ا دو روج، ايفينمون ا اننا نحصلوا على دو بولوج يعني روج روج، داك السحب اللي عندي يخرج لنا بجوجهم روج. دونك يعني ان بي لو ا قلنا العلاقه هي كاردينال دو ا على كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو ا راه حنايا عندنا سيميلتاني سون غوميز في ان واحد وبدون احلال، دونك غنخدمو بلا كومبينيزون. دونك نخدمو بلا كومبينيزون. دونك شنو هو الكاردينال دو ا؟ شحال عندنا حنا من غوش؟ عندنا جوج. وشحال انا كنهزو؟ جوج، يعني سي جوج من جوج، سي 2 من 2 على كاردينال دو اوميغا راه هي سي 2 من 11. دابا شنو هو الاحتمال ان الكاردينال ديال ا جوج من جوج؟ لان ا فيها جوج، هي هاد ا راه فيها جوج وحنا كنهزو جوج، ها هو هادي فيها جوج، فيها واحد جوج، وحنا بغينا تنديرو السحب ديال جوج. دونك سي 2 من 2، سي 2 من 2 راه كنهزو جوج من جوج، راه ا فيها جوج وحنا بغينا اصلا جوج، دونك نهزو جوج يعني جوج من جوج. ونحسبو هادي، الا جينا حسبنا جوج جوج هادي راه واحد، دونك هادي 55. دونك شنو هو الاحتمال ان نحصلو على ليفينمون ا جوج الكرات روج؟ هو واحد على 55. دابا نشوفو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هادي راه ا عفوا، هادي راه بي. بي هو اننا نحصلوا على ايفينمون بي دو بلانش، يعني ان الايفينمون بي هو نحصلوا على جوج كرات بلانش، يعني بي او بي بي بي. دونك يعني ان الاحتمال ديال الايفينمون بي دو بلانش هو الكاردينال دو بي على كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اوميغا راه كيما كيبقى هو نفسه كاردينال دو اوميغا. بالنسبه للايفينمون بي، بالنسبه للايفينمون بي حنايا عندنا جوج كرات اللي غنسحبو، واحد جوج يعني بي كتساوي جوج بحال هنايا، ولكن ان شحال من كره بلونش عندي؟ انا عندي ربعه، غنسحب منهم جوج يعني سي دو من ربعه، سي 2 من 4. هنا في ديال الغوش راه سحبنا جوج، ان كتساوي جوج حتى بي كاين جوج، راه كنسحبوا جوج كرات، بغينا جوج كرات كنحسبوا جوج كرات غوج، واصلا حنا عندنا جوج كرات غوج، ولكن باغ البلونش راه كنحسبوا جوج كرات نسحبوا جوج كرات ها هما، ولكن حنا عندنا شحال؟ عندنا ربعات الكرات بلونش، دونك جوج سي جوج على 4، وهادي سي جوج على 11. دونك يعني جينا حسبناها تخرج ليا
6 على 55 هادي ديروها لي كالكيل هادي راه 55 هادي 6 هادي 3 في 2 دونك تخرج ليا 6 دابا نشوفو احتمال سي كيستيون سي هو نشدو دو جون سي يكون عندي دو جون دو بول جون دونك نفس الشيء الاحتمال ديال ليفيرمون سي هو الكاردينال دو سي على الكاردينال دو اوميغا دونك حنا كنسبو ديما دونك غنخدمو بلا كومبينيزون هادي راه باينه جوج على 11 فونسومبل فوندامونتال هنا راه ديما كنسبو جوج كرات ها هما بي بي ديما جوج يعني كنسبو غير جوج دابا شوف شحال من جون عندي عندي انا دو جون دونك سي جوج من جوج يعني كنسبو جوج جون من جوج جون يعني الا مشيتو غتكون ليا هي واحد على 55 نفس الاحتمال ديال الغوج دابا الدي الدي هو اننا نسحبو دو فيرت دونك دي دو فير يعني فير فير دونك يعني ان بي لي دي هو كاردينال دو دي على كاردينال دو اوميغا دونك لي ميشون نخدمو بلا كومبينيزون لان عندي سيميلتاني اي سون كومبيز دونك انا 2 على 11 تيبقى يبقى دونك حنا كنسحبو جوج كرات من اصل شحال من كره خضراء عندنا عندنا 3 فير دونك جوج من 3 دونك الا جينا حسبنا راه هاد العلاقه ديال الكومبينيزون عطاتها لكم غتخرج لنا 3 على 55 5 لان هادي اش كتساوي هي قلنا كنديرو ان يعني 3 عاملي على 3 ناقص جوج عاملي جوج عاملي الى جينا حسبنا هذه 3 هي 3 هي 3 في جوج هي 6 وهذه واحد وهذه جوج يعني واحد في جوج هي جوج دونك تساوي 3 داكشي اللي كندير هذا الكالكيل دونك هذا هو لا بروبابيليتي ان نحصلوا داك دونك لا بروبابيليتي ان نحصلوا على جوج كرات حمرين واحد على 55 لا بروبابيليتي باش نحصلوا على جوج كرات بيضين 6 على 55 الاحتمال باش نحصلوا على جوج كرات صفرين واحد على 55 الاحتمال باش نحصلوا على جوج كرات خضرين هو 3 على 55 دونك هذه الطريقه باش كنديروا باش نكالكيليو لا بروبابيليتي دونك دابا انتقلوا للكيسيون نيميرو 2 دونك بقى لنا 2 3 اي 4 اي 5 دابا نشوفوا كيسيون نيميرو 2 كيسيون نيميرو 2 كيلي لا بروبابيليتي دافوار دو بول دو ميم كولور يعني شنو هو الاحتمال ان نحصلوا على ممكن نهزو جوج كرات يكونوا عندهم نفس اللون يعني نهزو جوج غوج ولا جوج بلونش ولا جوج فيرت ولا جوج جون دونك هذا الاحتمال هذا هذا ليفينمون هذا نسموه حنايا ليفينمون او نسموه ليفينمون او شنو هو دابا ليفينمون او دابا كيستيون نيميرو 2 واحد ليفينمون 2 انا نحصلوا على دو بول عندهم نفس ميم كولور دونك ميم كولور عندهم ميم كولور دو بول عندهم ميم كولور يعني حنا كنديروا التيراج ديال دو بول يعني راه ممكن نحصلوا مثلا على غوج غوج جوج غوج غوج ولا جوج بلونش بلونش ولا جوج فير ولا جوج جون دونك هادو هما الاحتمالات اللي عندنا يعني كل وحده دونك يعني ان البروبابيليتي ديال هاد او الاحتمال او هو الكاردينال دو او ديما الكاردينال دو او على الكاردينال دو اوميغا الكاردينال دو اوميغا يعني هنا شنو هما الاحتمالات اللي عندنا بالنسبه للكاردينال دو او كنقول اما نحصل على جوج غوج ولا جوج بلونش ولا جوج فيرت ولا جوج جون يعني شنو كل وحده عندها الكومبينيزون ديالها يعني نبداو بالاولى جوج غوج يعني شحال من غوج عندنا جوج من جوج لان عندي جوج ديال الكرات غوج بالنسبه للبلونش شحال من كره بلونش عندنا عندنا ربعه لي بلونش
يعني جوج من ربعة. عندي ربعة الكرات دونك جوج من ربعة. بالنسبة لي فيغ، لي فيغ عندنا، عندنا ثلاثة فيغ دونك جوج من ثلاثة. وبالنسبة آخر جون عندنا جوج دونك جوج جوج دونك كنجمعوهم. هذا هو الاحتمال، إما غنحصلو على جوج غوج ولا جوج بلانش ولا جوج فيغت ولا جوج جون. دونك غوج جوج من جوج، بلانش جوج من ربعة يعني عندي ربعة لي بلانش، فيغت جوج من ثلاثة يعني ثلاثة لي فيغت، ونسبة لي جون جوج من جوج. دونك هذا هو الكاردينال ديال او، الاحتمالات اللي كاينين في او. هنا الكاردينال دو اوميغا راه هو السي على دوز. دونك الى جينا حسبنا هادو، نحسبو لي كومبينيزون، نسبة هاد لي كومبينيزون نجمعهم ونقسمهم على هادي على 55 تخرج ليا واحد على خمسة. نختزل تخرج ليا واحد على خمسة، دونك تخرج لنا واحد على خمسة. دونك هذا هو لا بروباليتي اننا نحصلوا على هاد. دونك شنو كتلاحظوا بان هاد ليفينمون او، ليفينمون او راه هو اش، راه هو هو اش، هو هذاك الاتحاد ديال لي زيفينمون، اتحاد ديال ايفينمون ا مع ليفينمون بي مع ليفينمون سي مع ليفينمون دي. ها هما كلشي حصلوا على، هو ليفينمون حصلوا على دو روج ولا دو بلونش ولا دو جون ولا دو فيرت، يعني احتمال. هذا اتحاد ديال لي زيفينمون، اتحاد ديال زيفينمون. دونك الاتحاد يعني بلس، يعني ان هاد او راه هي ا زائد بي زائد سي زائد دي، يعني حتى الاحتمال ديال او هو الاصوم ديال الاحتمالات. ها هي العلاقه هذه، يعني بي لي ا زائد بي لي بي زائد بي لي سي، الاحتمال ديال سي زائد الاحتمال ديال دي. الى جينا جمعنا الاحتمالات شحال لقينا في بي دو ا؟ بي دو ا لقينا فيها واحد على 55. بي دو بي لقينا فيها ستة على 55. شحال لقينا في سي؟ سي لقينا فيها ثلاثة على 55. وشحال لقينا فهادي؟ لقينا فيها واحد على 55. راه حسبناهم هادشي في الاول. دونك الى جيت جمعت هادشي دونك عندهم نفس المقام، يعني المقام غادي يكون هو 55. نجمعو دابا هادو، 6 زائد 1 هي 7 زائد 4 هي 11. هنا غادي نعملو نختزلو بخمسة، الى جينا اختزلنا بخمسة يخرج ليا واحد على خمسة. ها هي هي هاديك، يعني ان هاد ليفينمون كيجمع لي لي زيفينمون كلشي، اتحاد ديال هادوك ليفينمون باربعة. دونك هذا هو الجواب ديال الكيستيون نيميرو 2. دابا نشوفو كيستيون نيميرو 3. كيستيون نيميرو 3، نيميرو 3 هو كيلي لا بروباليتي دافوار دو بول دي كولور ديفيرون، يعني شنو الاحتمال ان نحصلوا على دو بول اللي مختلفين. يعني مثلا نحصلوا على دونك هاد ليفينمون نسموه حنا ليفينمون اف، ليفينمون اف دونك 3 واحد ايفينمون اف دو بول ديفيرون. شنو هما لي الاحتمالات اللي كاينين؟ يعني مثلا نحصلوا على روج مع بلونش، ولا مثلا روج مع فيرت، ولا مثلا روج مع جون. يعني كاين بليزيور احتمال حنا بغينا نبداو. دونك هادو هما الاحتمالات ديفيرون، يعني ممكنش نحصل على ار جوج غوج ولا دو جون. دونك شنو كتلاحظوا؟ نشوفوا احتمال او، الاحتمال او هو دو بول دو ميم كولور، و اف هو العكس ديالو، يعني الحدد المضاد، يعني ان اف راه كيساوي او بار، اف راه كيساوي او بار الحدد المضاد ديالو. او اف راه هو الحدد المضاد، لان او هو نحصلوا على ميم كولور، اف كولور ديفيرون يعني الحدد المضاد ديالو. دونك يعني ان اف اش غيساوي؟ دونك نرجعوا العلاقه ديال هادي. شنو قلنا؟ ان بي لي ا زائد بي لي بار كتساوي واحد، يعني ان هنا قلنا او هي الحدد المضاد. يعني اش كيعني هذا؟ كيعني ان بي لي او زائد بي لي او بار يساوي واحد. هنا عندنا هذه هي
دونك حنا عندنا هادي تنقلبوا حنا دابا على هادي دونك بي لي او ابار الحدد المضاد هو واحد ناقص بي لي او دونك هذا هو اف يعني بي لي اف هذا اللي كنقلبوا عليه دونك يعني واحد هاد الاو لقينا فيها واحد على خمسة دونك واحد دونك هي أربعة على خمسة دونك الاحتمال أننا نحصلوا على جوج كرات من لون مختلف هما أربعة على خمسة دونك دابا نمشيو لكيستيون نيميرو 4 كيستيون نيميرو 4 قال لك كليك لا بروبابيليتي دافوار دو بول ني بلونش ني جون يعني كيستيون الاحتمال أن نحصلوا على جوج الكرات ما فيهم حتى وحدة بيضاء لا حتى وحدة خضراء يعني عم قلعبوا غير على الاحمر وعلى الاخضر ما كاين لا بلونش ما كاين لا اصفر دونك ما كاين لا بلونش ما كاين لا اصفر شنو عندنا يعني بقاو لينا غير هادو لعبوا غير على هادو يعني اما نحصلوا لا مثلا جوج حمرين ولا جوج خضرين ولا وحده خضراء ولا وحده حمراء دونك هادو هما الاحتمالات اللي كاينين دونك هنايا هنا غنخدموا بلا كومبينيزون دونك يعني ان هاد ليفينمون نسموه حنا مثلا ليفينمون جي ليفينمون جي هو نحصلوا على جوج كرات اللي ما فيهم حتى وحده حمراء ما فيهم حتى وحده بيضاء ولا حتى وحده صفراء يعني هو الكاردينال دو جي الكاردينال دو اوميغا الكاردينال دو جي شنو هو الكاردينال دو جي يعني هادو حيدناهم هادو ما بقاوش كاينين حيدنا هادو شنو بقى عندنا انا نلعبوا غير على هادو حنا عندنا جوج يعني جوج من خمسة دونك بي كتساوي جوج و ان هي خمسة عندي الحق في خمسة الكرات اللي نهز دونك يعني سي جوج من خمسة سي جوج من خمسة على سي جوج من 11 دونك سي جوج من خمسة هادي هي 10 وهادي 55 دونك يعني تخرج ليا جوج على خمسة دونك الاحتمال هو جوج على خمسة دابا الكيستيون نيميرو 5 والاخر قال لك كي لا بروبابيليتي دافوار او موان اون بول فيرت دونك نسمو هاد ليفينمون اش اللي هو على الاقل خصها تكون عندي بول فيرت يعني كيفاش يعني في الاحتمالات اما نحصلوا على جوج خضرين ولا وحده خضراء وحده ديفيرون يعني مثلا كولو اخر يعني نسمو حنا فيبار يعني مختلفه على في اما كنحصلوا على جوج خضرين ولا وحده خضراء وحده كولور اخر دونك هذه هي الكولور اخر تقدر تجي مثلا خضراء مع حمراء تقدر تجي خضراء مع بيضاء تقدر تجي خضراء مع صفراء هنايا هنا قلنا سون غوميز يعني داك الترتيب راه هنا ما كاينش لوغدر نو اوردون يعني الترتيب راه ماشي مهم دونك يعني هاد الكاردينال دو اش عفوان probability نحسبو probability دو H probability ديال ليفينمون H يعني حصلو أو موا على كرة خضراء دونك هو الكاردينال دو H على كاردينال دو أوميغا كاردينال دو أوميغا راه معروف كاردينال دو أوميغا ديما جوج على 11 اللي هو 55 حسبنا في الأول دابا هادو ركزوا معايا دابا مزيان احتمال اننا نحصلوا شنو هو الاحتمال اللي كاين اما كنحصلوا على جوج خضرين ولا خضراء وشي وحده اخرى معاها دونك يعني نبداو بجوج خضرين يعني جوج من ثلاثة لان عندنا جوج خضرين زائد هادي شنو فيها هادي فيها اما نحصلوا على وحده خضراء هي سي واحد من ثلاثة هي وحده خضراء وهذه مغايره يعني واحد راه حيدنا الخضراء لان عندي ان كتساوي 11 دونك هذا الاحتمال الاول ها هو هذا سي جوج من ثلاثه هذه وحده خضراء وحده ديفيرون عفوا هنا راه تيكون الضرب ماشي الزائد لان اي ديما ملي كيكون او كنديرو زائد ملي كيكون اي كنديرو الضرب هذه الضرب درها الضرب دي هاد لي فيلمو هادي الضرب دونك نحصلوا على وحده خضراء ضروري خصها تكون وحده خضراء ومعها اش اي وحده ديفيرون
يعني وحده من دوك 800 الكرات اللي بقاو، يعني هذه راه مشات خضرين مشاو، بقاو لينا، بقاو لينا جوج حمرين وربعه بيضين وجوج صفرين، يعني 8. دونك واحد من 8 نحسوا على واحد الكره ديفيرون من 8 واش نحسبوها. دونك الا جينا حسبنا هادو، حسبوا هادي نضربوا هادي، دخلت لنا 27 على 55. دابا هو الاحتمال اللي كاين. دونك ديما الا كان عندنا او ايفينمون او واحد ليفينمون ا او بي راه كنديروا الزائد، الا كان عند عفوا كنديروا الضرب عند الزائد، الا كان عندنا اي راه كنديروا الضرب. هادشي راه غنشرح لكم ابري في لي زيكزيرسيس، هادي غير التمرين الاول. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون، ان شاء الله غادي نكمل لكم دي زيكزيرسيس اخرين باش ندخلوا البروبابيليتي كونديسيونيل ونخدموا فيها حتى هي شي تمارين اخرين، ونخدموا تمارين بزاف في هاد الاحتمال باش تفهموا اكثر. ابري انتقلوا لحوايج في الدرس هما لي لوا دو لا بروبابيليتي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء فرصه قادمه الله تعالى.